اهلا يا سكات، اهلا فيكم معي اليوم. انا بيان ورجعت لكم من جديد، وان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. طمنوني عليكم. شو بدي احكي لكم؟ اول شيء التفاعل بالفيديو الماضي انصدمت منه، انه كتير غريب اللي صار. كان عندي الفيديو ما اقترحه اليوتيوب، ما بعرف ليش. يعني عندي نسبة النقر للظهور كتير عالية، نسبة مدة المشاهدة كتير عالية، بس ليش اليوتيوب ما اقترح لي الفيديو؟ ما بعرف. اللي عندهم قنوات بيعرفوا أنا شو عم بحكي. فإن شاء الله خير يا رب. هذا الفيديو هيك رح نزله حاطة إيدي على قلبي، ما تكون إنه كمان نفس الشيء رح يصير فيني، مع إنه الفيديو اللي قبل هاد واللي قبله، يعني اللي نزلته قبل هاد الماضي، كان كتير، يعني كان كل شيء فيه كتير تمام. فان شاء الله خير يا رب. فالمهم بهذا اليوم هيك قمت عملت فنجان او كاسة قهوة كبيرة. صراحة انا يعني اكتر حدا مو شطور بمساوات القهوة ولا بعرف اعملها، فوق هيك عم بتعلم، عم بخترع معكم شغلات لربما انه تطلع طيبة، وعن جد عم تطلع طيبة. هي القهوة تركية جايبتها هيك بالبندق، كتير حبيت نكهتها، واول ما تحطوا المي عليها بتشموا ريحة البندق قدي حلوة فيها. بدي احكي عن شغلة هيك لفتتني على الانستغرام، وكتير دارجة هلا، انه مثلا واحدة بتكون منظمة بيتها وحياتها وهيك منظفة ومرتبة وكل شيء تمام، وحتى انه بالنسبة لأولادها منظمين ومرتبين وكل شيء، يعني على التكة ونص، على التكة ونص هيك بيقولوا، ما بعرف. المهم فبتطلع واحدة تانية بتعمل ميكس مع هي اللي منظمة، وهي بيكون هديك شكلها مرتب، والتانية اللي عم تتمسخر عليها بيكون شكلها منكوش وحياتها كلها مكركبة وما بتقدر تعمل شيء. فبدي قلكن، هل هي حياتها عن جد هيك حقيقية، ولا اللي عم تتمسخر عليها هي اللي عن جد صح، وانه هي الصادقة؟ اكتبوا لي شو رأيكم تحت التعليقات، انتو بتحسوا هي صادقة ولا التانية؟ قبل ما احكي لكم رايي، تعالوا نفكر بالموضوع. هل انتم بتلاقوا الوحده لما تكون الصبح بتفيق، بترتب شعراتها، بترتب حالها، بتغير البيجاما، بتقوم اولادها هن لحالهم بيقوموا بيرتبوا تختهم، بفرشوا اسنانهم، بيلبسوا لبسهم على حسب اعمارهم، طبعا بيكون عندهم مسؤوليه على حسب عمرهم. بعدين هي بتقوم مثلا بتحط لهم اكلاتهم للمدرسه، بترتب البيت، والبيت غالبا بيكون مرتب ونظيف، وحياتها بتكون غالبا يعني منظمه وعرفانه شو إلها وشو عليها، وبتكون مرتبه اولوياتها. هي الصح ولا اللي بتفيق الصبح هي منكوش شعراتها ومانا مرتبة وعم تركض ركض وما عم تلحق، وكل شي مقيوم فوقاني تحتاني، وولادها دايما ما عم يعملوا شي، ما عندهم مسؤولية لشي، هي عم تركض تعمل المسؤوليات عن كل اللي بالبيت معها، مو بس المسؤوليات فوق المسؤوليات اللي هي عليها. هل هي صح ولا هي الصح؟ ما بعرف. أنا الطبيعي، أنا برأيي الشخصي الطبيعي إنه الأم تكون منظمة حياتها، ولادها يكونوا منظمين. ما عم قول بشكل بيرفكت يعني كله تمام التمام، لا، ولكن عم قول بشكل طبيعي طبيعي. ما هو رب العالمين نظم لنا يومنا، نظم لنا حياتنا، في عنا 5 صلوات في اليوم بأوقات معينة، في كتير شغلات بحياتنا وبتعاليم ديننا الإسلامي منظمة ومرتبة. فأنا بحس إنه التنظيم والترتيب، حتى لو أنت كنت شخص عشوائي مثلي أنا وبتحب هيك الفشكلات أحيانا، إلا ما تلاقي هيك روتين يناسبك وتنظم حياتك وأيامك اللي جاية فيه، وحتى أولادك أمهاتكم. أنا بحس أمهاتنا زمان أشطر منا لسه بالتنظيم
ترتيب الوقت وهيك يعني بشكل عام. أنا ماما كانت تفيق الصبح الفجر تصلي تقعد تقرأ قومة أدعية ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي. فبعدين تقوم تفطرنا تفيقنا تعمل لبابا الشاي هيك كلياتنا، وتحط فيروز أوقات تحط الرقية الشرعية يعني هيك تفيق رايقة. وبعدين مثلا بنروح نحن على المدرسة على الساعة 11 ماما كانت طبختها بتكون جاهزة، تخيلوا ما شاء الله عليها. بعدين بصير في وقت لإلها وعلى طول مرتبة حالها، كنت شوفها هي أول ما بتفيق بتحط الكحلة على طول يعني ما بعرف أنا هيك كنت شوفها على طول مثلا مرتبة حالها بهمها شكلها، وبعدين بتنام بقلب النهار شوي. هلا هون طلعت انا واخواتي على الحديقة، صار لي فترة ملتزمة بهي العادة، بس خلص ترتيب امور البيت بطلع على الحديقة، اوقات بكتب لما بكون لحالي، اوقات بعمل مشي بس رياضة نص ساعة، واوقات هلا مثلا هون اليوم طلعوا معي اخواتي فكنا قاعدين هيك قاعدة رواء. وباكد لكم اني ما اكلت شيبس ابدا، شربت شاي وهيك اكلت قطعة كيك صغيرة، يعني عملت كنترول على الموضوع مشان ما خرب يعني أكلي، وأنا الحمد لله ما عاد اشتهيت هاي الأكلات. بعدين هيك رجعت على البيت عملت رز بالشعيرية وحدوا هاي الشوربة كتير طيبة. رح لكم كيف بعملها على السريع. أول شي بقطع بصل هيك قطع صغار، وبعدين بحط لهم توم، وكمان بقليهم بمكعب زبدة كبير، وبعدين برجع بضيف الفطر والجاج هيك بيكونوا قطع شرحات صغار من صدر الجاج، كلهم بقليهم مع بعض، وبعدين بنزلهم كريمة، وبكون حاطة تقريبا بنزل كاسة كريمة، وبكون حاطة بكاسة ونص حليب، معلقتين طحين أو معلقة ونص حسب إذا أنتوا كترتوا الكريمة بتكون تقللوا الطحين. فبعدين هيك بخلطهم كلهم مع بعض بيصيروا بهذا القوام الحلو، والنكهة كتير طيبة. بتحط البهارات اللي انتو بتحبوها، انا بس حطيت كاري وفلفل ابيض وملح بس. فالفكرة اللي كنت حابة أوصلها اليوم من هذا الفيديو إنه صح أحيانا في كتير شغلات بنشوفها على السوشيال ميديا معنا حقيقية، بس كمان في شغلات فعلا بتكون حقيقية، مو كل شيء بنشوفه بنقول عنه لا ما إنه حقيقي. وفي ناس مثلا بتقعد تمسخر على هدول الناس اللي عن جد هن صح بس لحتى تبرر إنه هي ليش فاشلة أو ليش هي ضايعة، لأنه كل الناس ضايعة. لا، هذا ما ببرر لك إنه أنت تكون حياتك ما منظمة إذا كانت كل الناس حياتها ما منظمة. بالعكس، الإنسان اللي بده يتميز وبده يمشي طريق صح مثل ما رب العالمين بده يانا نكون، فهو لازم ينظم حياته ويرتب أولوياته. فإن شاء الله يا ربي تكونوا هيك استفدتوا من فيديو اليوم. ما تنسوني من دعواتكم الحلوة، وإن شاء الله لكم مثل يا رب. ضلوا بخير ومع السلامة. باي باي.